جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إني أنام على فراش فيه صورة مثل صورة الطاووس، هل ذلك جائز أو لا؟ وهل الملابس التي فيها صور حية تجوز الصلاة عليها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أما النوم على الفراش الذي فيه صور أو الجلوس عليه فهذا لا بأس به، لأنها ممتهنة، لأن هذه الصور ممتهنة، تداس ويجلس عليها وينام عليها، هي ممتهنة لا حكم لها. وأما الصلاة لمكان فيه صور منصوبة على الجدار يستقبلها، هذه مكروهة، تكره الصلاة في استقبال صورة أمام المصلي لما في ذلك من التشبه بعبدة الأصنام، فتكره الصلاة أو تحرم إذا كانت كذلك. وعلى العموم المكان الذي فيه تصاوير معلقة فإن الصلاة فيه مكروهة حتى ولو لم تكن في قبلة المصلي. وأما الصلاة على فراش فيه تصاوير فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في اللمجانية، أي الثوب الذي فيه أعلام وخطوط ونقوش، قال صلى الله عليه وسلم لأنه ألهاه عن صلاته. فالصلاة على ثوب أو فراش فيه تصاوير هذه صلاة مكروهة، لأن هذه التصاوير وهذه النقوش وإن كانت ممتهنة إلا أنها تشغل المصلي عن صلاته. وأما لبس الثياب التي فيها صور فهو محرم، لا يجوز لبس ثياب فيها تصاوير، لأن هذا فيه حمل للصورة واستعمال للصورة في ثوبه، وهذا أكثر ما يستعمل للدعاية لشخص أو للاعب أو ما أشبه ذلك أو لمغن، أو إن الكفار يريدون أن يغرموا المسلمين على حمل الصور وتكون مكيدة من الأعبة. الحاصل أنه لا يجوز لبس ثوب فيه